السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المواطنة سلمى الشريف من قرية الصمد محافظة الجموم. أنا هذه سيارتي، شباب الحارة هم حرقوا السيارة حقتي علشان هم كلهم عارضين السواقة، مو موافقين على السواقة. حرقوا سيارتي علشان كلهم عارضين على السواقة. ليش أسوق؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أسألكم بالله كل من يشوف المقطع هذا ينشره، أسألكم بالله لا يوقف المقطع إلا لما يوصل الملك سلمان محمد بن سلمان. الله ينصرني عليهم، الله ينصرني على شباب الحارة. حرقوا سيارتي، حرقوني، حرقوا سيارتي، حسبي الله. أنا هذه السيارة لما دحين أسدد فيها، حسبي الله. دخلت جمعية عشان بس أشتري السيارة، ما هنوني فيها، حسبي الله. يا رب تنصرني عليهم، أسألكم بالله تنقذوني منهم، حكومتنا أنتم انقذوني منهم، خذوا حقي منهم، أسألكم بالله.